يسعى معظم الناس في مرحلة من مراحل حياتهم إلى إنشاء أسرة وإنجاب أطفال، ويتحقق الحمل في الحالة الطبيعية بعد 6 أشهر بعد الزواج أو سنة على الأكثر. عند فشل محاولات الحمل والإنجاب بسبب وجود مشكلات جسدية تعيق الإنجاب لدى الزوجين، يتجه البعض لعلاجات الخصوبة مثل الإخصاب في المختبر أو التلقيح الصناعي وتجميد البويضات بالنسبة للسيدات. أنا أعتقد موضوع زي ده موضوع شيق جداً، ودلوقتي الناس بقت عندها تفتح كبير في الموضوع ده، التوعية زادت في البلد بطريقة كبيرة. حفظ الخصوبة موضوع حديث لينا إحنا كعرب، بدأنا يمكن في الأول بحالات اللي هي بتمر بأمراض زي أمراض سرطانية تحتاج نوع من أنواع العلاجات القوية على المبيض، إنها بتأثر على إنتاج المبيض في المستقبل زي العلاجات الكيماوية، علاجات بتحتاج لاستئصال أعضاء زي المبيض بأسباب مرضية أو بأسباب تكون أكياس لابد من استئصالها. في بعض في الحالات دي كنا بننصح المرضى دايما ان هم يقوموا بتنشيط المبايض وسحب عدد كافي من البويضات قبل القيام بأي عملية جراحية أو قبل القيام بأي نشاط كيماوي داخل الجسم يأثر على إنتاج المبيض في المستقبل، وحفظها لفترة زمنية نقدر نقول قانونيا داخل الإمارات هنا ماكسيمم 5 سنوات. في بعض حالات بنسأل الإدارات إن إحنا نمد فترة أطول شوية من 5 سنين على حسب احتياج المرأة للبويضات. في منتصف الثلاثينيات من العمر تبدأ معدلات الخصوبة بالانخفاض عند النساء، مما يسبب مشكلات للاتي يرغبن في إنجاب أطفال في وقت لاحق من الحياة. كطبيب أمراض نسائية وولادة تجينا عديد من الحالات اللي تتطلب التحويل إلى استشارة الخصوبة والIVF، من ضمنها وأكثر الحالات شيوعاً هي الحالات لوجود السرطانات في هذه الأعمار مثل سرطانة الثدي التي تحتاج إلى العلاج الكيميائي أو العلاج بالأشعة، فقبل هذا نحولها إلى طبيب المختص في الإخصاب لأجل تجميد هذه البويضات لعدم التأثير على أداء المبايض عندما نعطي العلاج الكيميائي أو العلاج الأشعي. هناك حالات أخرى هي حميدة مثل بطانة الرحم المهاجرة الشديدة، وهناك حالات لما يكون ضعف في أداء المبايض واللي يحتاج إلى تجميد المبيضات قبل أن تتوقف المبايض عن العمل. دلوقتي دخل عندنا نوع جديد من المرضى، هم نسميهم السوشيال أو التجميد البويضات بأسباب عمرية. يعني المرأة مشغولة في حياتها ومشغولة ومرتبطة كتير بالعمل بتاعها، وبعدين ما عندها الوقت الحالي انها تقوم بالحمل، فبتقوم عندنا بتجي لنا بتزورنا بنعمل لها تنشيط للمبيض بنسحب البويضات وبنعمل لها تجميد. بعض حالات الجديدة علينا اكتر كمان هي الحالات غير المتزوجة. كان السنة اللي فاتت او من في بداية السنة الماضية عالجنا تقريبا حوالي عدد يتجاوز 20 حالة. الحالات اللي زي دي لابد أخذ موافقة من وزارة الصحة بعمل مثل هذه العمليات لنتم حفظ البويضات لفترة 5 سنوات. والحمد لله دلوقتي الموافقات بتجيلنا بطريقة سريعة، وده بيسرع علينا العلاج بالنسبة للمرضى اللي هم ساعات بيبقوا مستعجلين لدرجة ان احنا ما بنقدرش ننتظر لفترة طويلة. والحمد لله عندنا الفترة الحالية عدد كافي من البويضات لبعض الحالات
اللي هي ممكن تنتصر لمدة الأربع خمس سنوات القادمة، ليتم لما يقوموا بقى لما المتزوجة لو عايزة تحمل بنقدر نستخدم البويضات، وغير المتزوجة لو حصل زواج في فترة الخمس سنوات تقدر تستخدم البويضات بتاعتها للمستقبل. بينما تتعدد أسباب العقم خاصة لدى السيدات، فإن متلازمة تكيس المبايض التي تتراوح نسبة حصولها بين 6 و10% عند النساء تأتي على رأس قائمة الأمراض المسببة للعقم. لو نرجع يمكن بالزمن شوية نقول إن إحنا كنا ماشيين على قواعد يمكن بعتبرها قديمة شوية، إن إحنا كنا بنجبر أي زوجين إنهم يقوموا بعلاقة لا تقل عن سنة كاملة مع بعض علشان علشان نقدر نقول ان الكابل دوت او الزوجين خدوا فرصتهم كافية لعدم حدوث الحمل. لكن ابتدت تظهر عندنا حالات متأخرة في العمر، فابتدى العمر بيحدد امتى بالضبط اعرف ان هذه المريضة فعلا عندها وهذه السيدة عندها مشكلة او تأخر في الحمل. نقدر نقول سيدات تحت ال 35 ممكن ننتظر مدة السنة من غير أي قلق لإعطائهم فرصة كافية. لو عدت السنة وما حصلش أي حمل يبقى هنا لازم يبدأوا بالفحوصات، تكون في خلال الشهور الأوائل أول شهرين لثلاثة بيتم عمل جميع الفحوصات اللازمة بالنسبة للهرمونات، بالنسبة للسونار، بالنسبة للسائل المنوي، بالنسبة لفحص الأنابيب في بعض الحالات. كل الفحوصات دي بتتم في الأول السنة الثانية بعد الزواج، وهنا بيتخذ القرار هل ايه بالظبط العلاج اللي هيتم. ده بيعتمد على النتائج اللي هي ظهرت في خلال الفحص دوت. ده بالنسبة للمرأة تحت ال 35. المرأة فوق ال 35 بنستعجل شوية الموضوع، يعني ما بين ال 35 لل 40 انا اعتقد ان 6 شهور بتبقى كافية جدا ان هم حاولوا ان يحصل حمل بطريقة طبيعية. لو ما حصلش ببتدي اعمل الفحوصات ديت مبكر شوية اني احاول اعرف المشكلة بدري وما ضيعش وقت كتير معه. لو لقيت أي مشكلة في الفترة ديت يمكن ببدأ حتى بعلاجات زي أطفال الأنابيب أو حاجة بطريقة مبكرة وأدي فرصتهم أحسن في العمر الصغير. يسمح تجميد البويضات للمرأة بالحفاظ على خصوبتها وزيادة فرص الحمل في سن متأخرة. تجميد البويضات هو البديل الوحيد للمرأة التي تخضع لأنواع معينة من العلاجات الطبية التي قد تضعف الخصوبة لديها مثل أنواع معينة من السرطان، أو للمرأة التي ترغب في تأجيل الحمل للوقت المناسب. بعض النساء ترغبن في إنجاب عدة أطفال، وإذا كان الوقت المناسب لذلك هو في فترة تالية من العمر فستمنحهن البويضات المجمدة فرصة إنجاب الطفل الثاني والثالث. الأسرع
مش هي الأسرع، لا الأكفأ، ممكن أقول الأكفأ حاليا في الزمن اللي احنا فيه أو التكنولوجيا اللي قدرنا نوصلها. بالنسبة للأسرع، هو طبعا أنا لما ابتدي أفكر أني أجمد بويضات أو أعمل حفظ للخصوبة، بحتاج على الأقل لمدة شهر شهرين أو ثلاثة أني أجمع عدد كافي من البويضات بعد تنشيط المبيض مع بداية كل دورة. يعني لازم يعطيني فرصة أو السيدة تعطيني فرصة من شهر لثلاث شهور أني أجمع عدد كافي ينفعها تاني في المستقبل لما تيجي تحتاج لاستخدام البويضات. لكن لو نقول إيه الأكفأ، أعتقد ده هيكون في المستقبل القريب إن شاء الله، هو إن أنا مش بسحب البويضات من السيدة، لا أكتر إن الواحد بياخد جزء من المبيض في أي وقت زمني من الدورة، وده ممكن يتعمل في يوم واحد، العملية بتبقى عملية واحدة فقط. التكنولوجيا الحديثة هي إزاي إني أحفظ الخلايا دي أو خلايا المبيض بطريقة منظمة إني أقدر أستخدمها في المستقبل. التكنولوجيا الجديدة بتقول إني في تكنيكس لقطع المبايض أو الجزء اللي احنا أخذناه كخزعة برقة معينة إني أقدر أستخدمها في المستقبل. بس لو بتسأليني بيرسونالي أو شخصيا إيه اللي هيحصل في المستقبل في المجال ده، أنا أعتقد مع الوقت تجميد بويضات هيختفي مع الوقت بس بالتدريج، واللي هيحل محله هو تجميد أجزاء من المبيض. في بعض حالات الأجزاء اللي بيتم تجميدها بتتم زرعها يا إما في المبيض عن طريق المنظار وبيتم تحفيزها في المستقبل وسحب البويضات زي العادي، أو تتم حقنها تحت الجلد يا إما في اليد يا إما في البطن من هنا، وبيتم تحفيز المبيض وسحب البويضات تحت النظر، يعني البويضات بتكبر قدام تحت الجلد، وبيتعمل برضو بالألترا ساوند عشان يتشاف حجم البويضة. فطبعا لا شك الحكاية دي بدأت من زمان، تطورها هيجي في إزاي أني أختار الجزء المناسب من المبيض اللي بتم حقنه تحت الجلد عشان يقدر يتناسق تاني ويطلع بويضات.